الجبهة الثورية تهدد بإجراء محادثات منفصلة مع المجلس العسكري. في تفاصيل هذا الخبر تورد الصحيفة: جددت الجبهة الثورية السودانية تهديداتها بالتفاوض مع المجلس العسكري بمعزل عن بقية قوى المعارضة في حال استمرار غياب الهيكل التنظيمي الذي يشمل تمثيل كل التنظيمات الموقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير. وأكد رئيسها حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم لسودان تريبيون التمسك بالعضوية في نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، إلا أنه أوضح وجود عدم الرضا متعاظم لدى الجبهة من أسلوب إدارة قوى الحرية والتغيير في ظل غياب الهيئة التنظيمية المتفق عليها أو جسم مرجعي يرسم السياسات ويتخذ القرارات الأساسية كما جاء في هذه الصحيفة.